أخبار الأهلي وأخبار الفريق استعدادا لمباراة إنبي يوم الخميس اللي جاي الساعة 5 على ملعب المقاولين العرب. طيب الفريق الأول للنادي الأهلي النهارده استأنف تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة. كلنا عارفين طبعا بالتأكيد ده مارسيل كولر بيبقى ليه برنامج كده تدريبي معين عقب أي مباراة ما بيكونش فيه راحة سلبية، لا بيعمل تدريب في اليوم التالي وعلى حسب بقى مواعيد أو مسافة الراحة ما بين كل مباراة والتانية ممكن يدي راحه سلبيه بعدها 48 ساعه او يواصل التدريبات. قدامنا حسين الشحات نازل صباح الفل يا رجاله. لقطه حلوه قوي لعلي معلول وحسين الشحات في بدايه اليوم قدامنا التمرين حوالي الساعه 11 الا 10 النهارده صباح اليوم. حلو قوي لما تبقى نازل كسبان كده ورايق وفايق فتبدا نازل التتش وبتقول صباح الفل يا جماعه وداخل التدريب شيء طيب جدا. كمان الحاجه الجميله دايما الكابتن سيد ما بيسيبش حد في التمرين الا لما يلعبوا الكره الطايره اللي هي بالراس ولازم يكسبوا، ما يسيبوش الا لما يكسبوا، يعني حتى لو اللعيب متقدم على الكابتن سيد ما يسيبوش غير لما يخلصوا، يعني لازم يكسب، لازم يخلص الماتش معاه. قدامنا عمار حمدي، قدامنا كهربا، هانت باذن الله كهربا ان شاء الله كلها ايام. وزي ما قلت لكم النهارده التدريب كان معظمه تدريب بدني وتدريب استشفائي في الجيم للتخلص من الاجهاد، وطبعا زي ما انتم شايفين اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي كانت موجوده في ارضيه ملعب كانت تدريبات فنيه متنوعه ضمن فقرات المران اللي اختتم بتقسيمه قويه شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين. مارسيل كولر يمكن عمل اجتماع مع الكابتن سامي قمصان على هامش المران لمناقشه بعض الامور الفنيه خلال الفتره المقبله. قدامنا علي لطفي، قدامنا عمرو السوليه مع مترجم الفريق ميشيل يانكون كمان مدرب الحراس كان قدامنا في الصوره، عمار حمدي هانت باذن الله عمل مباراه جيده هو ومحمد محمود، ايمن اشرف في المباراه امام منتخب غانا للمحليين، قدامنا احمد عبد القادر نزل امبارح وعاد الحمد لله بشكل كويس. اشرف ان شاء الله كمان قريب نطمن عليه ويدخل في القايمه ان شاء الله ونشوفه في المباريات الرسميه. طيب الجزئيه الثانيه الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده اتكلم على اصابه كريم فؤاد وللأشعة اللي أجراها كريم فؤاد أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة. النهاردة كريم خد راحة، من بكرة هيبدأ البرنامج التدريبي والتأهيلي ويمكن إصابة كريم هتستدعي غيابه عن الملاعب حوالي من 15 إلى 21 يوم، وبالتالي يعني يقدر يرجع على نهاية شهر يناير وإن شاء الله بإذن الله يكون متاح في قائمة كأس العالم للأندية. عندي كلام كتير والله على كأس العالم للأندية لكن لسه هيجي وقته، احنا لسه عندنا ماتشات مهمه جدا في الدوري لكن في تفاصيل كتيره جدا عن هذه البطوله والقرارات اللي بتتخذ خلال هذه الفتره في اجتماعات بتتم في المغرب، لكن ان شاء الله باذن الله في الاسبوع اللي جاي لما تتضح الصوره بشكل كامل كل الاخبار هتبقى فقط وحصريا من خلال برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي، فيها مفاجات للجماهير، الملاعب البطوله، القرعه امتى هتتعمل، فين الاهلي، ازاي هيتم استقباله، في تفاصيل مهمه جدا هتسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله في المغرب لمنافسات كأس العالم للأندية. طاهر محمد طاهر بيواصل تدريباته التأهيلية ونقدر نقول بإذن الله يمكن طاهر ممكن بنسب معينة يلحق مباراة إنبي أو ما يلحقش، ده هيتحدد في تدريب بكرة لأنه كان غاب آخر أسبوعين ثلاثة بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة. على فكرة لو بصيتوا لإصابة طاهر نفس الإصابة اللي تعرض لها كريم فؤاد أسبوعين ثلاثة وإن شاء الله يكون موجود. طيب بالنسبه لمحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وقدامكم في الصوره هو محمد عبد المنعم وحمدي فتحي مع الشناوي، حمدي وعبد المنعم الاثنين يمكن شعروا باجهاد عضلي، يعني عبد المنعم امبارح ما كملش المباراه بسبب حس باجهاد كده في العضله وبالتالي فضل الجهاز الفني ان هو يستبدله بمحمود متولي وان شاء الله باذن الله بكره في التدريب هتتضح الرؤيه بشكل عام ممكن يلحق ماتش انبي ولا لا، وان كانت في رؤيه يعني او في وجهه نظر ان احنا نريح محمد عبد المنعم مباراه بكره لسه في ضغط ماتشات، يعني عندك 5 يناير مع انبي، 12 يناير مع المصري، 17 يناير ماتش الكاس مع سموحه، 21 يناير ماتش الزمالك في الدوري، 24 يناير ماتش البنك الاهلي، بعد كده انت هتسافر المغرب ماتش الحرس هيتاجل، فعندك مباراه لسه 1 فبراير، فانت بتتكلم ما يقرب من حوالي 7 مباريات في اقل من 21 يوم، فبالتالي اكيد هتكون حريص على راحه حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، لكن بكره هيتحدد موقفهم بشكل رسمي.